حياكم الله ويا اهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من صغار ستار. اليوم ما شاء الله تبارك الرحمن الاستديو مليان بالمشاركات الجميله وكل واحد عنده مشاركه وكل واحد عنده مشاركه. عودناكم دائما احنا وياكم في اولى فقراتنا مع السواليف مع الدردشه نسولف احنا وياكم نشوف اليوم الاستديو ايش السواليف اللي موجوده معنا. خلونا نتعرف على اول اللي معانا حضروا اليوم في صغار ستار. نتعرف على البنيات اللي حضروا. تعرف عليك اسمك؟ يا هلا والله جوري. صوت عالي جوري. يا سلام ليان. حياكم الله ويا اهلا وسهلا فيكم. اليوم الابطال معانا الاولاد. نتعرف عليك نايف. يا هلا وسهلا. يا هلا والله وغلا يعطيك العافيه. هلا وسهلا معنا اليوم واحده داخله بالعرض ما شاء الله عليها فجاه كذا راحت سافرت المانيا وجت اليوم مغيره شعرها وشكلها. سويتي عملية تجميل هناك وجيتي؟ افا، سويتي هناك؟ ها؟ تعالي تعالي، شو اسمك انتي؟ شو اسمك؟ قولي شو اسمك ها؟ شو اسمك؟ افا نسيت اسمك؟ ها؟ ابوك وداك بريطاني خلاص، اول كنت تروحون ابهت ابوك، الحين رحت بريطانيا ما شاء الله. ها؟ وين رحتوا اجل؟ ايش شفتوا هناك؟ يوم سافرتوا؟ شفتوا حركات حلوة هناك في يوم سافرتوا؟ ما شاء الله المناظر والاجواء انا اشوفه في السناب عندك. بابا يصورك ركبك التلفريك ها. يلا استريح هنا يعطيك العافيه. طيب حبايبي اليوم ايش تبغون نتكلم عنه؟ ايش مجهزين؟ كوره. عن ايش؟ كوره. كوره ليش طيب؟ ها؟ ليش تتكلم عن الكوره؟ احبه. تحب الكوره؟ إيه؟ ودك تصير لاعب يعني؟ إيه؟ مشهور زي مين؟ زي كريستيانو. شو اسمه؟ كريستيانو. كريستيانو ما شاء الله. وانت بعد يا عبد العزيز تحب الكوره؟ كريستيانو بس ما اشجع برشلونه. ها؟ اقول احب كريستيانو ابغى اصير زيه بس ما احب يا مدريد احب برشلونه. يعني ما تحب برشلونه؟ إيه؟ بس تبغى تصير تشجع كريستيانو. احب برشلونه. تحب برشلونه بس إيه؟ تشجع كريستيانو. ايش كريستيانو؟ يعني شلون تيجي هذه؟ يعني مثلا ودك تصير زي كريستيانو؟ بس ما تبغى تشجع برشلونه صح؟ ابغى اشجع برشلونه. ايش فيك هنا؟ اجل ها؟ شلون يعني تشجع برشلونه وتصير زي كريستيانو؟ عادي. ها؟ عادي. تجي يعني؟ ايه. حلو، وانت يا عبد العزيز؟ وانت؟ يا كوره. ها؟ كوره. كوره. ايه. كريستيانو. كريستيانو. مدريدي. مدريدي. يعني اليوم ما عندنا واحد مدريدي وعندنا واحد برشلوني. زي اللي يقول ها؟ أعداء؟ لا ما في شيء اسمه أعداء، هو منافسة شريفة بس بينكم، يعني واحد يحب برشلونة وواحد يحب مدريدي صح؟ يا سلام عليكم، وأنتم يا حبايبي الحلوين، وش تبغون نتكلم عنه؟ حنة والنقش وكذا ولا الإكسسوارات والميك أب؟ لو جيتنا ما وشو؟ لو جيتنا حطينا قال طيب راح ها؟ نيمار راح عليهم. شلون؟ نيمار راح عليهم. نيمار راح من برشلونه راح لباريس سان جيرمان. بس ليش راح طيب؟ ما اعطوه الراتب حقه ولا شلون؟ لا. قالوا فيك باريس سان جيرمان نيمار لو جيتنا اعطيناك فلوس كثيره، فقال طيب حطوه. يعني هو راح سحب على برشلونه. سحب على برشلونه عشان سحب عشان اعطوهم فلوس كثيره. ايه. كم اعطوه تتوقعون؟ 30000. 30000. 30000 دي ابوي ولا شيء. أعطوه 30000 ها؟ 30000. إيش دراك من 30000؟ ها؟ كيف عرفت من 30000؟ في تويتر. ما شاء الله. تابعون تويتر أنتم؟ حركات والله. ما أتابع تويتر. بس عبد العزيز. أنا يقول أبوي. أنت أبوك يقول لك يعني المعلومات. وأنت يا عبد العزيز تدخل تويتر؟ وتشوف الأخبار وكذا. اليوم عندنا جوني ما شاء الله عليها وعندها إنجلش وراح تتكلم اليوم بتعرف نفسها بالإنجليزي. تفضل يا جوني. Hi, my name is Jari Michelle Jamie and I live in Saudi Arabia and I'm 10 years old and I love school. يعطيك العافية. طيب جوري بسألك سؤال يا جوري، انت ما شاء الله في السناب عندك دائما تكلمين انجليزي تقدمين فقرات انجليزي صح؟ كيف تفاعل الناس معاك؟ كويس. شلون؟ ردود الافعال يقولون لك ما شاء الله كملي نبغى ناخذ منك مرة ثانية يعني انجليزي كذا؟ ايه يتفاعلون معي. ايوه بعدين؟ يعني إذا سألتهم سؤال يجاوبون بسرعة. يجاوبون على طول. طيب أنت إن شاء الله تبغى تصيرين معلمة يعني إنجليزي؟
كيف تعلمت الانجليزي انت؟ انا درست تمهيدي بامريكا. بامريكا؟ ما شاء الله حلو. هلا هلا والله. نايف انت شكلك شكلك لعيب درجة أولى. لازم نسوي دوري صغار ستار حق كورة. كورة؟ نشوف ها؟ تتكلم عن كورة؟ ايه. شجع النصر، مدينة الهزاج محمد السحراوي. نصراوي بعد انت؟ ايه. ما شاء الله. اللودي. وانت بعد نصراوي؟ كلكم نصراوي جالسين جنب بعض؟ النصر شفت السعودية وهلا اسبانيا. طيب بسألك سؤال، بما انك نصراوي والوالد معانا اليوم ويشوفنا، يعني انت تشجع النصر عشان بابا؟ ايه. عشان بابا نصراوي؟ واضح ان ابوك نصراوي اصلا. مين نصراوي؟ هلالي. هلالي بعد؟ ايه، هاي مو بابوي، هاي جدي. جدك؟ ايه. جدك هنا؟ ما شاء الله اليوم جدك جاي معاه، شو اسمه هو؟ عبد العزيز. عبد العزيز، يعطيه العافية جد نايف عبد العزيز، اليوم من خلف الكواليس. غريبة يعني جدك هلالي وانت صرت نصراوي. ابوي. ها؟ ابوي نصراوي عشان ابوك نصراوي عشان كذا. حتى ابوي نصراوي. حتى ابوك نصراوي؟ تابعون مباراة انتم؟ كذا الطمرة عائلتي كلها نصراوية. كل العائلة نصراوية؟ ايه. ما شاء الله عليك. حتى انا كل الطمرة عائلتي نصراوية. يا سلام. طيب جولي، يعطيك العافية جولي، ممكن تعطينا شيء في صغار ستار اليوم؟ كيف يتعلمون الناس الانجليزي؟ يعني مثلا يبغونهم مثلا يتعلمون انجلش. حلو. يعني مثلا ما يقولون لا مستحيل ما اقدر ادرس انجلش. ايه. ويقدرون يتعلمون. إيه. واللي يبغى يتعلم يضيفني بالسناب وان شاء الله يتعلم مني. طيب احنا الحين بنحط سناب. ها اروى يعطيك العافيه، تحطي سناب جولي يعطيها العافيه. يا جماعه الخير اليوم في صغار ستار جولي تقدم امانه، يعني تقدم جميع يعني اللي حاب يتعلم الانجليزي، اطفالكم اللي يتابعونا اليوم الصغار اللي حابين يتعلمون انجليزي، جولي قاعد تقدم مهارات جميله في سناب عنده وتعلم الكثير من الصغار عن الانجليزي. يعني حلو انه اليوم فرصه تتعلمون انجليزي، هذا سنابها موجود الحين في الشاشه، تابعوها تستاهل يعطيها العافيه. خلونا نروح نشوف اليوم اخبارنا في اخبار صغار ستار، ايش مسوين معانا وش عندهم اخبار سعود وديما، ونرجع لكم بعد هالاخبار، خليكم معانا. أنقل لكم نشرة الأخبار أنا وزميلتي ديما. الخبر الأول، الأمير جورج الثالث وريث العرش البريطاني يستعد إلى أول يوم مدرسة. على طار الاستعداد للمدرسة، أكشر فيديو عن طالبات راحوا المدرسة والمدرسة مقفلة. ما شاء الله الحين كيف؟ كان المدرسة والمدرسة مقفلة توها ما بعد بدت. اي والله. وانتوا بعد كمان تقدرون ترسلون لنا احنا صوركم لاول يوم مدرسة على هاشتاج صغار ستار وهاشتاج اول يوم مدرسة. الحين بقولك الخبر الثاني، انتشر فيديو لطفل موهوب ما عنده اشياء يرسم فيها فاستخدم يده عشان يرسم، خلينا نشوف. الخبر الثالث، انقاذ طفل صيني يبلغ عمر 3 سنوات بعد ان علق داخل الغسالة وهو يلعب الوميضة مع شقيقه. وبهذا الخبر انتهت اخبار صغار ستار. كنت معاكم انا ديما، وكان معاكم انا سعود، ونشوفكم في حلقة ثانية.
حياكم الله من جديد ويا اهلا وسهلا فيكم. شكرا سعود، شكرا ديما، يعطيكم العافيه على الاخبار. من ابرز الاخبار اليوم انه في واحد الاطفال اللي عمره 3 سنوات كان يلعبون غميمه، تعرفون غميمه صح؟ فجاه طب في الغساله الحبيب. ها؟ ايش تعليقكم على هذا الخبر؟ ايش بهله؟ ايش بك انت يا ابو خشب؟ كيف ايش بهله؟ ليش سالت؟ ها؟ سالت؟ لا ما ادري ايش ما شفته راس. كمل. ما شفته الولد، انا شفته. كمل. فايش تعليقكم على الخبر؟ ها؟ لا التعليق على الخبر. يعني هذا واحد عمره 3 سنوات لعب غميمه من الحماس ما شاء الله طب في الغساله وقعدوا ينقذونه جو عادم خذوه وكذا، ايش رايكم؟ يعني احنا نقول في هذا الخبر انه لما نلعب مثلا غميمه ولا واحد طش ولا شيء مش غميمه غميمه يا اخوي كذا ذاب يا قلبي وش غميمه يعني تسوي كذا واحد يلعب يلعب ايوه حلو يا سلام عليك. هذا الخبر اليوم اللي معانا ومن ابرز الاخبار اللي موجوده معانا، شكرا لكم يا حبايبي يعطيكم العافيه. خلينا نروح الفاصل ونرجع لكم بعد الفاصل، خليكم معانا. Hey guys welcome، رجعنا لستار صغار ازياء فرح سيزون 2. طبعا اليوم الحلقه غير شكل لان معنا الستايلست غالي امين. هلو. اهلا، كيفك يا غاليه؟ الحمد لله كويس، كيف حالك فرح؟ الحمد لله كويس، شرفتيني في البرنامج، نور البرنامج. والله منور فيك يا فرح، انا مره مبسوطه اني معاكي وصراحه شفت ستايلاتك والصراحه رهيبه. انا بعد ما شفت فاشن تايم انهبلت، قلت كان ودي اطلع معاكي بس ان شاء الله لنا فرص جديده، بس الحمد لله ان انت طالعه معنا. الحين انا جيت صغار ستايل. احلى من يجي. اليوم غالية راح تساعدنا ان راح نلبس لوك، راح كيف راح نخليه صباحي وبعدين نقدر نلبسه بسهرة بالليل. فاليوم غالية راح تساعدنا ويلا نشوف اللوك. وطبعا يكون ترندي ان شاء الله اهم شيء. طبعا اليوم يا غالية انا اللبس معتمد على التيشيرت بس في شيء بسيط بس انه معطي لوك حلو. اليوم يا غالية لابسة زي ما انت شايفة شوز سيلفر. أيوة. وحاطت لون شوي غامق، الجنز لانه غامق، والتيشيرت لانه في حركه حلوه من هنا. ايوه الصراحه مره حلو الاوتفيت، وابغى اقول لك شيء انا عندي زي الجزمه دي بالضبط. مره حلوه عمليه تلبسيها. أيوة. وين ما رحتي. واللبس اهم شيء طبعا في دولاب اي واحده حتى من تينيجر لكبيره يكون عندك وايت تيشيرت في دولابك. وايت تيشيرت وفي حركه حلوه. وفيها حركه. تقدري تلبسيها مره في اماكن كثير وكمان تقدري تغيري اللوك دائما يصير فريش حق صباح او يصير كمان لو خارجه مع صحباتك في الليل. صح. الحين بعد ما شفتوا هذا اللوك راح نوريكم كيف راح نخليه مسائي وراح نضيف عليه شيء حلو وبسيط، خلينا نشوف. يلا تحمست. يا عمري. الله مره حلو. هذا هو اللوك يا غاليه. طبعا اللي لبسته هو هذا البشت. ميزة هذا البشت الحلو فيه ان الوانه فاتحة وفي يعني اشياء محركته طالعة حلوة، بس ما لبسته مع الدرس وكذا لانه صغيرة وما يصير يعني يكون مرة اوفر، فحلو اني لبست معاه جنز وتيشيرت ابيض نفس اللي نقدر نخليه بالصباحي. واحس انه في شيء ناقص، تقدري تعطينا اشياء من عندك يا غالية؟ صراحة البشت مرة حلو وكذا الوانه فرفوشة، بس حلو تزودي عليه زي حزام زي الشنطة هذه. أعطينا فكرة من عندك. وكمان زي جيدن سميث دوب لبسها في نيويورك فاشن ويك، هو برضه صغير. أوكي. مرة وحط فاني باك، فدحين لو تقدري تفتح الشنطة وتربطيها على خصرك. أوكي نوريهم كيف نسويها؟ أيوه. الشنطة فيها زي تركيبة الأحزام اللي تكون مخرقة وبعدين تدخليها من هذه الحديدة، كيف سويتيها؟ فكيتها من هنا. فكيتها، تقدري تربطيها. بس ناوليني هي من ورا، يعني حلو انه هذه الشنطه كمان طالعة على الموضه، يا كروس تلبسيها يا تكون كانها فاني باك. اشوف فرق مره حلو الصراحه طلع، لانه اكثر صار خرجه مع صحباتك مو خرجه حقت صباح، بالذات انه الشنطه ميتاليك وكذا، يعني مره اضافت على اللوك وعلى البشت.
اكيد انت اللي مسويتيها تطلع حلوه وهي اللي اعطتنا هذه الفكره الحلوه. واللي عجبني اللي اعطيتيني اياه ان لونها فيها لون ذهبي وحتى البشت فيه لون ذهبي. مره شكرا على الفكره الحلوه يا. دائما حاولوا تختاروا اللون اقل لون في البشت مثلا الذهبي، فتختاروا الاكسسوري عشان من اللون تكثري هذا اللون ويعطي أيوه. حركه حلوه. حلو انه يكون مثلا لو انت لابسه لبس اقل لون في الملابس في البلوزه او في البشت، زي هنا الذهبي اقل لون موجود، صح، تلبقي اكسسوري عليه تكون من هذا اللون. زي هنا عندنا الذهبي واضفنا شنطه ذهبيه، فيدي على يدي لوك زياده على الاوتفيت. صح، مره شكرا لك كل الحلو اللي اعطيتينا اياه. شكرا لك فرح. وبس والله هذا هو اللوك، وان شاء الله يكون عجبكم، وزي اول خذوا لقطه اللوك. معكم هشام وبراء. اليوم أخذنا صغار ستار بدال أستاذ فهد زي ما وعدناكم تحدي الكف، تحدي الكريم. نرمي هذا النرد طلع لي أربعة، أروح أحط الكريم وأسوي أربع مرات ألفها، وإذا صقت بوجهي أخسر. بنسوي التحدي أنا وبراء. يا مرحبا والله مسهل حبيبي. وش اللي خدنا مكان يا أستاذ فهد وخدنا؟ وش الوضع؟ قربينا اليوم في لوك، قول ايش الوضع؟ ها؟ تحديات نسوي. الله يعطيكم العافيه، ايش مسوي اليوم عندنا؟ تحدي الكف. حلو، اول شيء نتعرف عليكم، مبدعين ما شاء الله اليوم اللي معانا في صغار ستار. شو اسمك انت يا قلبي؟ لؤي. نعم والله. وانت يا عسل؟ هشام. هشام وانت؟ براء. ايش مسوي اليوم مجهزين؟ تحدي الكف، نحط الكريم ونروح. يلا نشوف، خلونا نشوف احنا وياكم اليوم مع صغار ستار ومع الابطال اليوم اللي موجودين معانا في فقرة التحديات، نشوف شو مجهزين معانا مع براء و هشام. يلا تفضل اختراعتك، انا بستمتع اليوم. ها طيب يلا، وانت تشرح بس علمنا كيف الطريقة. شلون الطريقة؟ اول شيء دقيقة، اول شيء لازم صوت عالي. ها اول شيء لازم بحط شو. اه حلو، بحط هذا وبراء بيرمي النرد. حلو، براء بيبدا. يلا يبدا براء. يلا نشوف اليوم احنا وياكم التحدي. انا ببدا. شكل فيها قطن وفيها الحمد لله اني ما كنت معكم في التحدي. ثلاثة. يلا. ثلاثة يعني ايش معناتها؟ ثلاث مرات اروح ادور. يلا. واحد، اثنين. ما صار شيء. ما صار شيء، حلو. يلا نشوف اليوم احنا وياكم التحدي مع بعض. اثنين. يلا. واحد، اثنين. يا سلام. شوف. تبون اتحدى معكم انا ولا؟ واحد لا لا لا. طيب يلا واحد. يلا يلا. لا لازم افسخ عشان صح. شكلها بتجيك الحين. الو. الحمد لله. لا بس شوف لحظة. هذه النرد، هذا شو اسمها؟ نرد. خمسة. يا ويلك. يا ويلك يا الخمسة. واحد، اثنين، ثلاثة. خذ مني مناديل. والله تحدي هذا في اليوتيوب في يوم ثاني اشوف تحدي جديد. اسلم كسرتها ولا شلون؟ لا لا هي تنفك. طيب وهذا التحدي اليوم اللي شفناه احنا وياك، وخلصنا التحدي؟ خلينا نكمل شوي. نكمل الحين ولا نكمل في اليوتيوب؟ يلا خلينا نكمل اشوف. كمل يلا نشوف التحدي الحين. يا سلام. اخر مره. زود اكثر 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 شوي. ايوه يا سلام. يلا من دور الحين؟ انا. يلا تفضل. واحد، اثنين، ثلاث. اثنين. يلا بس ركز. ايه حطها صح وركز. يلا واحد، اثنين. دقيقة هذه. شوف التحدي اليوم مع براء. واحد. تمام. يعني كلكم كل واحد يعني جتا كمية من شو اسمه؟ الكريم. من الكريم. يعطيكم العافية هشام، شكرا يا براء. طيب هشام، كيف بديت الفكرة انكم تسوون تحديات في اليوتيوب؟ اول شيء بدينا
شو اسمه اول شيء قلنا بنسوي نفتح قناه حلو في اليوتيوب. ممتاز. امي وابوي سمحوا لنا عادي قالوا اسوي اللي كذا. احنا نسوي الفكره نسوي اللوكيشن نسوي كل مكان المحتاج لحالنا كل شيء لحالنا. من اللي يفكر في دائما يفكر بالمسابقه يفكر باللعبه بالحل. مره انا مره براء. حلو ما شاء الله كلكم تفكرون ها واللوكيشن والتصوير ونجيب الفكره ونسجل. احنا نسوي تحديات ونمثل ونسوي مقالب و احسن مقطع سويتوه والناس كلهم شافوه وانبسطوا منه. زلزله شلون؟ احنا صنعنا رقصه ايه؟ بزلزله. يا سلام. والتحديات اللي بتسوونها الجايه وش هي؟ تحديات كف، تحدي كهرب، تحديات ان شاء الله بتجي. قناه هشبره. ايه قناه ايش؟ هشبره. يا سلام. طيب يعطيكم العافيه وشكرا لكم على حضوركم، ما قصرت اليوم معانا، وان شاء الله نشوفكم باذن الله من اقوى القنوات اللي تقدم عالم التحدي. وهالصغيرون العسل شو اسمك؟ ها؟ لؤي. اليوم بعد سويتوا تحدي معه ولا ما سويتوا؟ سوي غدا. يلا نشوفه ان شاء الله. تابعونا بقناتنا هشبره باليوتيوب والانستغرام. يعطيكم العافيه، شكرا لكم، نروح الفاصل، نرجع لكم بعد الفاصل، خليكم معنا. حياكم الله ويا هلا وسهلا فيكم. اليوم فقرة الاستضافات، دائما احنا نشوف في السوشيال ميديا نجوم يقدمون العديد في محتوى الخاص في حساباتهم الشخصية سواء بالتمثيل او بالانشاد او في مهارات ثانية. اليوم احنا نستضيف احنا وياكم المبدع المتألق سلوم، وبرضه المبدع المتميز ولد نعيمة. اهلا وسهلا فيكم، حياكم الله معنا اليوم صغار ستار. الله يبيك ان شاء الله، طول عمرك يا رب، لنا الشرف والله. طول بعمرك، سلوم كيف حالك؟ الحمد لله، كيف حالك يا شيخ؟ ما شاء الله، الله يطول بعمرك. سلوم انت ما شاء الله دائما في اليوتيوب وتقدم محتوى جميل، انت وولد نعيمه ما شاء الله، كيف بديت؟ والله بديت بالقصص. حلو. كيف القصص يعني؟ القصص حقين اول. ممتاز. بدأت. حلو، قعدت تبدا في القديمين يعني في اول شيء بديت في القديمين. ما شاء الله، وانت يا ولد نعيم اليوم قاعد تقدم اشياء كثيره في محتوى الانستغرام الخاص فيك. اللهم لك الحمد، والله بدينا الحمد لله في مقاطع الكوميديه، مقاطع الهادفه، والحمد لله شفنا لها انتشار واسع الحمد لله. جميل. اللهم لك الحمد. حلو، مختصين في الطفل ولا مختصين في افكار عامه؟ لا، في جميع الافكار العامه. حلو. كيف كانت الانطلاقه يا ولدي؟ كبدايه من اول مقطع ثاني مقطع، اللهم لك الحمد، شفنا فيه يعني قبول ونجاح الحمد لله، فاشتغلنا سوا الحمد لله. جميل. ولد نعيمه، ليش صار ولد نعيمه؟ لان امي اسمها نعيمه. الله يحفظها، احب احييها من هنا. الله يخليها لك ان شاء الله، احنا نحييها اليوم. الله يجزاك خير يا بعد وحيد. الله يجزاك خير. طيب المقاطع اللي انتم تسوونها قلت لي في محتوى هادف، جميل، يعني احنا اليوم نقول ولد نعيمه وسلوم مهتمين في تقديم المحتوى وفي كمان المحتوى يكون لازم يكون هادف، صحيح؟ صحيح. طيب عشان هادف ومضحك كله مدموج بين الهادف والكوميدي. والكوميدي دائما الاغلبيه لما يكون اللي فيه الكوميدي مربوط بالهادف يوصل اكثر للناس. صحيح. 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 طيب سلوم، انت لما الحين تروح للناس تشوفهم كذا يسلمون عليك، كيف تحس شعورك؟ والله ما احس عادي. ها؟ عادي. ايش ناوي تصير ان شاء الله بكره؟ اليوم قدمت مثلا بالسوشيال ميديا باليوتيوب، بكره ايش ناوي تصير؟ ممثل تلفزيوني. نعم؟ ممثل. ممثل تلفزيوني، ما شاء الله. بإذن الله. وأنت يا ولد نعيمة؟ طموح تقريبا نفس الطموح والحب من الله سبحانه. جميل، يعني الله أنت اليوم خلينا نقول إن ولد نعيمة أو سلوم مثلا اجتمعتوا بحيث أن تسوون فكرة معينة توصلوها للناس، زي أي فكرة قلتوها أو سويتوها ممكن إحنا نعرفها؟ ممكن فكرة الأخ مع أخوه الأصغر. جميل. أنا وسلوم أخوي الأصغر كان دور الاخوي الاصغر، فدائما نلقى من بعض الشباب الله يهديهم تهميش للاخ الاصغر، ما ياخذه معه، ما يطلعه، دائما معصب عليه دائما. من اللي يكتب لكم دائما؟ من اللي يصور؟ حواس. حواس الزيد. حواس اخو سلوم. اخو هو اللي كاتب. وما ننسى بعد المنتج المبدع ما يقصر ماجد الحربي. حيا من ورا. جميل. من اللي يكتب يعني تصورهم بشيء احترافي انتم ولا فقط بالجوال؟ اي الحمد لله، الحمد لله. بالجوالات. لا، كاميرات مختصة. تدخل مونتاج وشغل احترافي. اي نعم، المونتاج في اللابتوب طبعا. جميل. في لقطات اكون واضح معك، في لقطات والله ما تحتاج انه كاميرا، بس في لقطات لا مثلا. جميل. طير
هذا ما نقدر نسويه الا بتصوير كاميرا ومونتاج ولابتوب. الله يعطيكم العافيه. الله يعافيك. نقول المشاهير اللي يقدمون محتوى جميل وفكره جميله، وانا شد انه انت تقول شيء الهادف حلو ان اليوم صحيح. امانه كل اللي مشاهير في السوشيال ميديا اللي يقدمون محتوى هادف يخدم المجتمع بشكل عام. صحيح. طيب ايش رايكم في الناس اللي تقدم دائما في السوشيال ميديا وتلقى مقاطعها كثيره بس ما فيها اهداف لها كثير؟ ايش تقول لهم يا سلم؟ والله شوف سلم وبعدين اخر عادي شيء عادي هو انك تقدم شيء هادف. ايه بس اذا ما في مضحك ما ينفع. جميل. وانت ولد العيال بخصوص اللي مثل بدون يعني مقاطعه هادفه وكذا هو توجه. جميل. هو توجه ويعني اختيار شخصي. جميل. للشخص نفسه اذا ما كان يعني انه يواجه مشاكل او احداث تصير معاه يوميا. اليوم صار السوشيال ميديا اسهل وسيله لتوصيل جميع المحتوى او جميع الافكار. لكن يعني لازم احنا نقول انه توصيل الفكره او الاهداف المعينه احنا اللي بنوصلها لازم تكون باختيار مميز. بالضبط. شيء احترافي. بالضبط. يعطيكم العافيه وشاكرين معنا وشاكرين لكم حضوركم معنا وان شاء الله نشوفكم نجوم مميزين. الله يسعدك ان شاء الله. امانيكم ولنا الشرف والله. الله يسعدك طول عمرك ان شاء الله. شكرا لكم يعطيكم العافيه مشاهدينا الكرام. اليوم خلونا نشوف احنا وياكم فقره اللقاءات ونرجع لكم بعد هذه الفقرة. خليكم معنا. أهلا بكم أصدقائي، معكم اليوم نورة العمر. اليوم نبغى نروح نشوف ردة فعل الأطفال لما نقول لهم أسئلة، أسألهم باقي كم يوم على المدرسة، هل جهزت لها ولا لا؟ يلا نشوف. إيش اسمك؟ دانا. محمد. إيماس. عريب. راكان. لجي. روان. خالد. ميرا. عبد الملك. نورة. نفس اسمي. كم عمرك يا محمد؟ 12 سنة. 9. 7. 11. 9 سنوات. 12. 9. 12. 6. 7. 7 سنوات ولا 8 سنوات؟ 7 سنوات. لا 8. لا 7. خلاص طيب 7. طيب ترى انت طويل لازم تنزلين لي. شاطرة. ايوه نكمل يلا. طيب انبسطت بالاجازة؟ ايه مرة. طيب وش سويت بالاجازة؟ يعني رحنا مدينة ملاهي، رحنا اسواق وكذا يعني استانسنا. رحت المسجد؟ ايه اكيد. إيه؟ صليك الصلوات؟ إيه؟ سافرت عند بس خالتي بالدمع. انبسطتي عندها؟ ايه. ليش؟ قولي ايه. ولا شيء. ولا شيء؟ طب انت الحين مبسوطة؟ طيب ليش تقولي ولا شيء؟ لا انا مبسوطة للمدرسة مو مبسوطة للإجازة. ليش؟ مو من الإجازة. تعلمنا انجليزي. استفدت من وقتي وقرأت قرآن، قرأت قصص، يعني سويت أشياء كثير. تعلمت إنجليزي ودرست قرآن. عشتها من الأهل والسفر والشاليهات. شاليهات وأهل السفر، يعني سويت كل شيء حلو؟ كل شيء حلو. إيش سويت بالإجازة؟ استمتعت شوي. شوي بس شوي؟ إي بس شوي عادي. إيش تحبين أكثر، المدرسة ولا إجازة؟ المدرسة. باين لأنك شكلك متحمسة الآن، عندك شنطة. إيه. خلاص طفشت ودي الحين ترجع المدرسة. الحين الحين ودك بعد شوي تروحين المدرسة؟ ايه. اخر شيء بعد شهر تقولين ما ابغى المدرسة. ايه. ايش تغديت اليوم؟ ايش الكبسة. كبسة؟ ايه لذيذة لذيذة الكبسة. ايه. اشتريت اغراض للمدرسة ولا باقي؟ لا باقي. شنو؟ لا لازم لكم تشترون الحين اغراض. ايه. جاهز مرة جاهز؟ لا مو مرة جاهز؟ طيب شريت أغراض المدرسة؟ لا. مستعدة للمدرسة؟ إي مرة. مرة؟ مرة مرة مرة؟ بقوة. قوة قوة؟ مرة مليون مرة؟ مرة. جهزت. جهزتي زين يعني شريتي كل أغراضك؟ إي اليوم اشترينا مريو للمدرسة. بقول لك شيء خبر حلو. المدرسة بعد يومين. أدري. حلوة متحمسة؟ إي أكيد. شريت المريول؟ لا فصلتها. طيب شريت ربطات شعر؟ وين؟ طيب ليه ما جهزتيها؟ بكره.
شلون نشتري؟ تشترون؟ إيه. باقي يومين ترى. إيه أدري. لازم تعدلون نومكم. بعدنا إن شاء الله. لا توني. ليه ما تجهزتي المدرسة؟ باقي يومين على المدرسة ترى. شو سوي بعد؟ تبي تغني أغنية؟ لا 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 لا. محتاج محتاج محتاج. محتاج محتاج. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R X T U V W X Y and Z. No Y No Y A B C. Next time you should sing with me. Thank you. Yalla bye. كان في لم لعزمة أصدقائها لقوا ما لقوها راحوا يدورونها لقوها ناشبة بتمرة. حياكم مرة من جديد ويا اهلا وسهلا فيكم بعد فقرة اللقاءات. خلونا نروح الفاصل نرجع لكم بعد الفاصل نكمل وياكم. حياكم الله من جديد ويا اهلا وسهلا فيكم. خلونا نروح انا وياكم نشوف حكاية صغار ستار نرجع لكم بعد الحكاية. السلام عليكم. مساء الخير يا متابعي الراز الغير. الله يديم عليكم السعادة فين ما كنت فين ما صرت. اليوم بقول لكم قصة جدا جميلة وهي عن بولي والمدرسة. كان يا مكان في قديم الزمان. قصة كانت من زمان ما يطوي النسيان. اليوم بقول لكم قصة عن بولي. اليوم بولي كان قبل ما يروح المدرسة في الليل نام حلم حلو. حلم يقول يما ما أبغى بكرة أروح المدرسة ما أبغى بكرة أروح المدرسة. لما ليش قال زي كذا؟ لأنه خايف إنه أول مرة يروح هذه المدرسة. بعدين قبل ما يروح بعدين في صباح يوم التالي صحى بسرعة تخبى ورا الستارة. ليش؟ لأنه خايف حضرت صح. بسرعة ورا الستارة جت أمه تك تك تك. يلا يا حبيبي لازم نروح المدرسة اليوم. يلا أمسك لمسك. ما لقيته. دور ما لقيت. ليش؟ لقيت ورا الستارة. ليش لقيت ورا الستارة؟ لأنه ليش لقيت ورا الستار؟ لأنه في ظل على شكل بولي. بعدين قالت بولي لقيتك ليش ما تروح معايا؟ هيا لازم نروح المدرسة. يلا حتتعرف على أصدقاء كثيرين وهم يقولون كل يوم وين بولي وين بولي وين بولي. يلا لازم تلبس ملابسك. لبس ملابسك راح ركب السيارة. يلا راح وخايف يما. بعدين راح للمدرسة. قال ماما ما أبغى شوفي يمكن يكون دراستهم جدا صعبة. يمكن معلمة شريرة. يمكن أصدقائي يمكن ما أعرف من هذولي. وش دراني؟ يمكن يكون ما يحبوني. وش دراك يا ماما؟ تقول لا كل واحد يحب الثاني. وليش؟ يلا روح المدرسة هذا هو فصلك. كله محدود. بعدين راح جود دخل جوة المدرسة. بعدين قالت الأستاذة من بولي؟ قال أنا بولي. قالت يلا بولي لازم تروح هناك. يلا روح عشان تكتب بالصبورة. اطلع فوق السلم. طلع فوق السلم الصغير. بعدين كتب. قالت المعلمة اكتب حرف الألف. كتب حرف الألف. كيف كتبها؟ كذا كتب حرف الباء بدل ما يكتب حرف الألف. قالت بولي هذا حرف الباء مو حرف الألف. بعدين قال بولي شوفوا بولي. قالت الأستاذة أكتب ألف هو كتب
با وليش؟ شوف 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 ترى ابوي الكسلان شكله أول مرة يدخل هذه المدرسة. بعدين راح بكي عند أمه، بعدين راح عند أمه قال ماما ماما شوفي، قالت الأستاذة أكتب حرف الألف كتبت حرف الباء، شفتي إني قلت لك أمي ترى ما راح أكتب زي الناس، ترى ما راح أكتب زي الناس. قالت الأم اتدرب شوي شوي حاجب لك أحد يعلمك الألف والباء والتاء إلين الياء. قال طيب خلاص خلاص طيب. بعدين راح قالت الأم هيا حان وقت الغداء، خلاص الأكل أكل أكل خلاص غسل اليد وراح. الأم قالت تبغى أحد يدرب ولدها في المدرسة، قالت خلاص إن شاء الله بكرة لازم ينام ويجي عشان هذا عشان يدرب. قالت خلاص نام وهو يدرب يدرب. بعدين نام في صباح يوم التالي صحى، قالت الأم يلا لازم تروح. كان طيب طيب خلاص قام خلاص لبس راح هو زعلان. خش قال طيب خلاص وش فيها أروح، ما راح ما راح أزعل راح. آخر شيء لما راح لقي أحد يقول اسمه بولي بولي، أحد ينادي بولي يقول مين هذا اللي قاعد يناديني بولي، مين هذه مين؟ آها هذيك اللي ترفع يدها. نعم إيش تبغين؟ تقول أنا لأمك اللي أمس دقت علي عشان علمك هذا الحرف. قال يلا يلا أنا جاهز أنا جاهز. قاعدوا في الطاولة هو قاعد يقول المعلمة ألف، يقول ألف، تقول باء باء إلين الياء ما شاء الله، والألف والصفر إلين مية. تدرب 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 تدرب. يوم من الأيام جاء وصار قوي وكبير، صار يتعلم. بعدين راح كتب كل شيء كل شيء اللي تقول عليه معلم، تقول معلم اكتب ألف اكتب ألف باء باء تاء تاء إلين الياء وصفر إلين مية. صفق القول بولي شاطر بولي شاطر بولي شاطر بولي شاطر. قال أنا شاطر. بعدين الأمي اللي هو أول كان صغير وش كان يحلم؟ كان يحلم إنه يبغى يتدرب يتدرب، بعدين لما يصير كبير وش يصير؟ يصير شرطي. وهو أول كان يتدرب 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 يتدرب، لما صار يتدرب صار شرطي، صار يمسك الحرمية، صار كويس، صار الناس يقول بولي شاطر بولي شرطي بولي كويس. توتة توتة ست الحدوتة. إن شاء الله عجبتكم هذه القصة استفدتوا بها، كل عام وأنتم بخير. من جهز أشياء المدرسة؟ أنا جهزتها. وأنتم؟ أنا جهزت الشنطة والألوان والأقلام، أنا جهزت كل شيء للمدرسة. إن شاء الله استفدتوا هذه القصة، ادخلوا هاشتاج اطلب قصة من روز أو حكايات روز. إن شاء الله تشوفونا بحلقات ثانية عشان أكررت القصة الثانية. باي باي. حياكم الله من جديد ويا أهلا وسهلا فيكم، وصلنا إحنا وياكم إلى نهاية حلقتنا اليوم. بس قبل ما نختم الحلقة عندنا عبد العزيز الزاحف. نعم زحفت. ما عمرك زحفت؟ لا بس تمشي. هذا زحف. ها هذا انت زحف. لحظه شلون هذا الزحف؟ علمني يلا. ها علمني. لو كنت بزر ايه زحفت. تزحف صح؟ ايه يومك صغير. ايه بس الحين خلاص. ايه يعني انت وانت نايم. ايه يعني انت بزر. حتى انت صح؟ الا انت بزرين وتزحف. طيب شكرا يا بنات، يعطيكم العافيه على حضوركم اليوم، ما قصرتوا معنا. شكرا اللي حضروا معنا. بس معنا هالصغيرون العسل ريفان. ريفان يا حبيبتي اليوم انا عارف ان انت متعوده على الليل تسهرين بالليل، انا عارف عارف اليوم صحوك بدري وجيتي بدري معنا. مي متعوده؟ هي متعوده تصحى بالليل وابوها يسهرها بالليل. تسهر ويمها وابوها ما شاء الله وما تنام الا متاخر الحبيبه. فاليوم جايبينها الظهر، قالت وش جوكم جايبيني في البرنامج الظهر؟ فعشان كذا ما عطتنا وجه من مروقه. طبعا يبغى لها قهوه ويبغى لها تمر ويبغى لها اشياء كثيره عشان تروق. شو صوت ناظرنا يعني؟ يعني زي اللي تراكم يعني تراك ما عجبتني ولا؟
طيب يعطيكم العافية، شكرا لكم، شكرا للجميع يتابعونا اليوم. وصلنا احنا وياكم لنهاية حلقتنا اليوم في صغار ستار، وشوفكم ان شاء الله في حلقة جديدة. اترككم مع انشودة او كليب بالختام، ونقول لكم ان شاء الله في حلقة جديدة من صغار ستار. السلام عليكم. We'll be right back.